خويا سمعنا بان المدير تحرش بشي بنيه، حنا ما عارفين حتى شي حاجه، مازال البنت ما جاش شي وثيقه اللي تثبت هادشي بالطب الشرعي، قالوا تغتصبها ولا حاول تغتصبها الله اعلم. حنا الكارير ديال هذا المدير حنا كنعرفوه، خشات جوج مدارس، يعني ما يغلبوش كون راه عنده نيت سمعه ليا وسمعه هنايا، ما يغلبوش انه غيشد الدريات شي ما دخلش لينا عقلنا، وحنا راه خدمنا معاه، حنا خدمنا معاه بحكم جمعيه الاباء، هادشي ما كاينش اخويا. سمعنا غير اليوم، هادشي ناض غير اليوم بالزربه، ولاو اربعه البنات خمسه البنات، هادشي اخويا ما عمرنا شفناه وما عمرو كان في هاد المدرسه. اصلا هاد المدرسه معروفه السمعه ديالها زوينه، راه خرجوا منها تلاميذ كثار، ماشي اول تلميذ ولا اول تلميذه. المدير كنعرفوا السمعه ديالو حسنه، لدرجه انه بعض الخطرات ملي كيلقانا ما تيقولش لنا السلام، تيقول لنا ما كنبقيش انتم عيالات رجاله ما نقولش لكم السلام في الزنقه، حتى كندخلوا المدرسه الا كانت عندنا شي مشكل ما عمرنا اخويا شفنا عليه شي حاجه خايبه. لا ما عمر تكون حنا دابا مشكل وشوف اش دار، تكون وقع شي مشكل راه تكون ديجا كاينه الشوا. هادشي اخويا ما كاينش.